أغلب الناس تربط موضوع الاستهلاك بالاقتصاد والمادة، لكن علم الاجتماع أيضاً له رؤية ونظرة حول هذا الموضوع، حيث بحث علم الاجتماع النزعة الاستهلاكية سايكولوجياً. وخلال بحثنا وتواصلنا مع التاريخ لقينا أن هناك جذور للسلوك الاستهلاكي عبر الزمن، وأن هذا الشيء مو جديد على المجتمعات، لكن اللي يتمكن من وضع النقاط على الحروف ويمسك العصا من النص راح يقدر يتجاوز تبعات هذا السلوك الاستهلاكي المفرط. اليوم راح نبحث أيضا في حلقتنا عن العوامل النفسية اللي تدفع الأشخاص لشراء كماليات غير ضرورية، وهل كانوا أجدادهم وأبنائنا على نفس المستوى يعني مع جيلنا من ناحية الاستهلاك لهذه الكماليات؟ يعني كل هالأسئلة وغيرها راح يجاوبنا إن شاء الله معنا الدكتور محمد الحداد، أستاذ علم الاجتماع. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا دكتور محمد. حياك الله، مساك الله بالخير دكتور. في البداية نرحب فيك ونبي نعرف يعني كيف يرصد علم الاجتماع ظاهرة السلوك الاستهلاكي المتنامي باعتقادك؟ والله في الحقيقة دائما لما نجي نتكلم عن الجوانب الاستهلاكية والنمط الاستهلاكي للإنسان، هذا قديم، قدم الإنسان وقدم وجود الإنسان وقدم حاجات الإنسان المختلفة خلال يعني مراحل تاريخية متعاقبة. يعني ما في مجتمع إلا والإنسان فيه مستهلك، لكن لما نجي نتكلم عن النمطية أو الشخصية الاستهلاكية أو المجتمع الاستهلاكي، لابد أن نبين هنا نقطة معينة أو مهمة جدا في هذا الخصوص اللي ممكن نسترشد فيها لما نجي نتحدث عن النمط الاستهلاكي وما يتبع النمط الاستهلاكي من مشاكل أو من سلبيات على المجتمع وعلى الشخص ذاته. نعم. يعني أنا برأيي المتواضع أن الشخصية الاستهلاكية لا تنبت إلا في مجتمع استهلاكي. يعني الشخص نعم هو اللي يقوم بشراء الأشياء واللي يسحب أشياء، لكن المجتمع هو اللي يشجع الناس على استخدام السلع وعلى شرائها، بل يعني يوصل أحيانا أو خلينا نقول مثلا أن يؤصل بعض الأحيان عند الناس أن المجتمع الطبيعي هو المجتمع الاستهلاكي اللي يوفر للناس حياة أفضل وراحة ورفاهية. وأيضا أنا أرى بأن المجتمع الاستهلاكي أيضا يحاول أن يعني يقنع الإنسان ينتمي إلى هذا المجتمع، أن المجتمع اللي يخسر فيه الناس الخروج مثلا للأكل في المطاعم وشراء السلع الاستهلاكية مثلا أحيانا فوق احتياجاتهم، هذا هو المجتمع الطبيعي. فإذا المجتمع هو من ينمي رغبة الشراء وشراء السلع الاستهلاكية بأشكالها المختلفة اللي تفوق حتى احتياجاته. لذلك أنا أرى بأن المجتمع هو من ينمي رغبة الشراء لدى الناس إلى درجة في بعض الأحيان يعني ممكن تقولين وش دعوة فيها تطرف. نعم فيها تطرف. المجتمع يعني يأصل فينا إلى درجة أن تكون فيها الرغبة الشرائية هدف بحد ذاتها، يعني الرغبة الشرائية مو لغاية إشباع حاجة معينة إنما هي بذاتها هدف. إلى هذه الدرجة من شدة المجتمع وقوة المجتمع الاستهلاكي عليها. طيب دكتور، شنو هي المؤثرات اللي تحدد سلوك الإنسان الاستهلاكي باعتقادك؟ والله كثيرة. لما نتكلم عن المؤثرات اللي تلعب دور كبير في مثل هذا الظروف، نقول إنه والله عندنا الثقافة العامة، عندنا على سبيل المثال العوامل الاجتماعية، عندنا العوامل الشخصية، عندنا العوامل النفسية. يعني على سبيل المثال يعني أنا مثلا كويتي أنتمي إلى المجتمع الكويتي، وبالتالي الناس الآخرين اللي من مجتمعات أخرى يتوقعون مني نمط معيشة معين، لباس معين، أو أنت كويتي لابس كذي دعوة. فبالتالي أنا كشخص أنتمي إلى ثقافة معينة، لذلك صورتي ككويتي ينبغي أن تكون ب 1 2 3 4 من إطار معين. نعم. الأمر الثاني الجانب الاجتماعي، أنا أنتمي إلى جماعة مرجعية، إما إلى فئة معينة، إلى جماعة معينة، إلى عائلة معينة، إلى أسرة معينة. هذا أيضا في بعض الأحيان يمثل ضغط اجتماعي على الإنسان بأنه لابد أن يكون بصورة معينة، حتى لو فسر تفسير يعني غير صحيح مبرر ممكن وايد يعني يضهول وايد هوي وايد يعني. فبالتالي هذه عوامل اجتماعية. عوامل أخرى العوامل الشخصية المرتبطة بالإنسان ذاته، اللي مثل على سبيل المثال عمره، أن العمر
ايضا من الاسباب التي تدفع الانسان في بعض الاحيان الى تغيير نمط السلوك الخاص في اقتناء الاشياء ايا كانت هذه الاشياء، بالاضافه الى الدخل، اصحاب الدخول العاليه غير اصحاب الدخول المتوسطه غير اصحاب الدخول المتدنيه، وبالتالي الدخل ايضا عامل من عوامل يعني الاشكال المختلفه اللي نشوفها بالانماط الاستهلاكيه، ايضا المهنه الطبيب غير المحامي غير المدرس غير الموظف اللي بالدرجه السابعه غير اللي بالدرجه الثامنه غير اللي يعني مثلا انسان متقاعد، بالتالي هذه ايضا لها يعني مؤشرات معينه فيما يخص الانماط الاستهلاكيه المختلفه. لذلك نقول هذه عوامل شخصيه. العوامل النفسية أيضا لا تقل أهمية عن العوامل الاجتماعية، القدرة على الإدراك وفهم الواقع من حولك، القدرة على التعلم، ما يخص الاتجاهات، ما يخص الميول، كل هذه عوامل مشتركة متداخلة اجتماعية ثقافية شخصية، كلها مع بعض تحدد نمط السلوك الخاص فيك فيما يخص اقتناء الأشياء. طيب دكتور، كثير يعني يقولون أن آليات التسويق وممكن بعض الأحيان ذكائها حولت الأشخاص إلى ضحايا الشراء اللاواعي، إلى أي حد هذا الكلام صحيح؟ وكيف يعني الدعاية تؤثر على قرارات الشراء؟ قصدك يعني الإعلام الإعلام؟ والله الإعلام والتسويق أنا أعتقد يعني جوانب أو متغيرات أساسية تطورت في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا 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 جدا، يعني إلى درجة أن الإنسان العادي ما يقدر يتحاشى الإعلام والتسويق اللي لعب دور كبير في تنمية وبناء النمط الاستهلاكي في المجتمع. نعم. مو بس في مجتمعنا، في كل المجتمعات. طيب دكتور، شلون نكتسب هذه العادات الشرائية الصحيحة خلنا نقول، يعني شلون نعدل من هذا الأمر؟ والله يعني في النهاية طريقة نتخلص من الضغوط الاجتماعية، لأن في الحقيقة هي ليست ضغوط اجتماعية حقيقية، في الحقيقة إن إحنا اللي صنعنا هذا النمط الاستهلاكي بأن نعود أنفسنا، يعني نعود أنفسنا ومس نعود أنفسنا حتى نعود ممكن أبنائنا حتى أبنائنا. يعني أنا أعطيك مثال إحنا دائما وللأسف جيلي أنا جيلي الحالي شو يقول ما نبي والله أولادنا يشعر بأننا محروم من شيء، وإحنا انحرمنا ولما كنا مثلا بالخمسينات زمانهم غير عن زماننا فعلا. هذه تربية خاطئة للأسف، ينبغي أن نغير هذه السياسة. هذه فكرة خاطئة أن أقول مثلا بأنه لا أريد أن يشعر ابني بأنه محروم من شيء. اجعل حياة ابنك وبنتك مليئة بالأهداف، ويعني يسعى لنفسه، واجعل تربيته على ان قيمته في الحياه في منفعته لنفسه وليس في قيمه التليفون اللي شايله ولا السياره اللي راكبها ولا الماركات اللي يشتريها، قيمته في تزكيته لنفسه بالعلم النافع والعمل الصالح والخلق القويم. هذا اللي ينبغي ان نؤصله في ابنائنا، لان فكره والله ان احنا لا نبي مسكين احنا انحرمنا ما نبي ينحرم ماشي ربعه او يعني هذه تقريبا انا اعتقد بانها تربيه خاطئه. نعم، كل الشكر لك الدكتور محمد الحداد استاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله دكتور، شكرا لك. الله يحييك، حياك الله، يعطيك الصحه والعافيه، شكرا. سلام. ارتبط الاستهلاك بالأنا الخارجية للإنسان، أفرغت الأشياء من مضمونها وهدف صناعتها وحولتها لدرجات على سلم الصعود الاجتماعي، فنوع السيارة أهم من مدى يعني عمليتها وجودتها، والساعة وماركتها أهم من الوقت نفسه. خلونا نشوف رأي الجمهور بهالموضوع.